ده يا جماعه الوقت احنا هنجس ديت عند الجزار، ولازم اي حد عنده بهيمه لازم يجسها قبل ما يذبحها، لازم يجس. الناس في السوق بتبيع عشر، عارفين الملاح ما هي عشر، هذه الصلاة على النبي احنا جسناها عشر أربعة، عشر كام ده عشر أربعة. والراجل ده كان بيقول هيذبحها، صح يا عم أحمد؟ صح. تجيبها منين؟ إيه؟ جيم السوق. جيم السوق فاضية؟ اه. كنت جيم السوق بقالها فترة هنا. بقالها فترة. كنت هتذبحها؟ كنت هتذبحها. فأي جزار يا جماعة لازم يجس الأول. يعني حرام لما فحلة زي ديت، اللهم صل على النبي، فحلة عدلة إيه؟ تنذبح. لقيناها 10 4. وأول إمبارح جاسين جاموسة 10 6. وجيم السوق 10 لاح. فيا ريت يعني أي حد بيذبح لازم يجس الأول. كل سنة وأنتم طيبين.